السلام عليكم ورحمه الله. متى الاحوال؟ صباح الخير. راكم تشوفوا الدعوه راهي مسحبه تقول راح تجي طومبات تاع ثلج. نهار من ديبريمي. تحيه الجزائر. يوم نحكوا على كلمه تنحى وكاع كما قالها اخونا شرشالي، مش يتنحى وكاع، نترباو كاع، ماشي يترباو كاع، نترباو كاع، هذه هي، مش يتنحاو كاع، نترباو كاع، هذا واش يخص الشعب الجزائري. التربية مش كاسيون تربية، تلبس مليح، ما تسبش في الطريق، ما تطيحش الكلام، ما تطيحش هذه، التربية راهي علم، راه بزاف الحوايج، التربية ما تسرقش، التربية ما تخدعش، التربية تطبق الأحاديث اللي دارها من الرسول صلى الله عليه وسلم، طبق الإسلام تاعك، هذه التربية. حنا الدين الإسلامي ما ناش نطبقوا فيه، حنا رانا نقولوا رانا مسلمين، في الواقع كون جونا حزبوا، رانا عندنا 5% ولا مام با 20% مسلمين، مام با، باقي يا ربي يجيب، ما يطبقوا في الدين ما والو، غير واش يطبقوا يروحوا يصلوا. يحجوا يديروا الحوايج الثقال، يطبقوا في الحوايج الثقال، هذا ما كان الحوايج اللي يشوفوا فيهم هما اللي ربي يحسب لهم. قالك تروح تصلي في الجامع عندك حسنات وفرض صلاه فرض، هاي راح يقولك كنت حج، خلاص الدراهم اللي سرقتها والدراهم اللي وسيتها والشي اللي درته والمنكر اللي درته والخدع اللي درته، وهذا كاع ربي يبيض لك كلش، الجنة مضمونة، الحج هو المفتاح تاع الجنة. زيد رمضان تصومو، ايه مع قدر حسن عندك، غير الحوايج ثقال برك شاب يطبق فيها، ما الحوايج صغار هذوك والله والو. مثلا حنا رانا في الجزائر عايشين حياة لوتروش، تعرفوا لوتروش الحيوان هذاك، نسيت اسمها بالعربية يا اخا، هذاك الطير هذاك اللي يخبي راسه في الارض، هذاك نسيتها بالعربيه كيف يقول له، عايشه في كاينه في استراليا. المهم يقول لها الاوتريش، هذاك الحيوان كي يشوف العدو ولا يشوف تسكما صرالو يخبي راسه في يحفر حفره يخبي راسه في هذا. انا جابوا المثال هذاك سياسة الاوتريش، معناتها تخبي راسك كش ما يسرى، كيما حكاية الجعاء، الجعاء قالوا هاي صارت مشكلة في البلاد تاعك، قالوا المهم خاطية داري، ياو قالوا له دارك، المهم قالوا خاطية راسي، سي صار اللي رانا عايشون، دوك أنا نفسر على راني نضرب في هذه المعاني، وتقولوا عندك الحق، على راني نطبق فيها، ماشي نقولوا عندك الحق، ديروا لي كومنتار، أنا هذا عندي الحق عندي أنا. أنا نمد الحق الروحي، يعني واثق فاش راني نقول، شوف فيه منطقي، هذه كلمة تاع يتنحى وكاع، أنا لازم نترباو كاع، لازم نطبقوا الدين تاعنا، نطبقوا الأحاديث اللي جابهم الرسول صلى الله عليه وسلم، نطبقوا الأمور تاعنا كيما راهي، ونحكوا فيها، تما غير برك كاين واحد الحديث، واحد سامبل. حب لأخي كما تحب لنفسك، هذه ما كانش في الجزائر، الحديث هذا جامي شتو نطبق في الجزائر، حب لنفسك ما تحب لأخيك، معناتها حاجة اللي تشتيها لروحك ابغاها لصالح بما لأخيك ولا خوك، يا خوك تاع داركم، حاجة ديرها انت تخبيها عليه، خوك من لحمك ودمك يخبيها عليه، غير يموت باباهم الله يرحمه، يبقاو يتعافروا في بعضاتهم على الورث، وراي حب احب لاخيك كما تحب لنفسك، وراه ما كانش جامي شفت انا هذه، كي يجوا يقسموا لي زابارتمون ولا يديروا ليست تاع لي زابارتمون ولا هكذا، جارو يفوق بها يروح ديريكت ماركي اسمه، ويزيد ماركي اسم مرته اسم جداته، جارو يقولوا لا ما ماركيهش، وراي حب لاخيك ما تحب لنفسك، يا الشاب في بعضاته نار شعلة خطافات النافير هذا،
في بعضاته الشع في بعضاته مهمش مهمش بيان متنافرين. اما هنا جزائريين كيجوا الخارج جزائري يشوف جزائري يهرب منه، هذا الواقع. جزائري يشوف جزائري يهرب منه في الخارج. جزائريين حشمانين من الاصل نتاعهم جزائري، يجيهم يقاوري يقولوا التمرين يقعد هكذا يدير امبوز تاع تقريبا مع قدان سكوند باش يقول انا منين. بعد يقول انا جزائري. حشمانين من الاصل نتاعهم، حشمانين من الدارجه نتاعهم، حشمانين كي يجي يعبر على حاجه ولا يهضر بحاجه كي يهضر بالدارجه يحس روحه بلي تطيحها، لازم يهضرها بالفرنسي. ايه هذه داخله في نتربى وكاع. انا الفيديو تاعي انا جزائري حر. شوفيا كيما يقول الكاوري شوفيا داتر ان الجيريان فرونسي. انا فخور لانني جزائري ونهضر الدارجه تاعنا. الحمد لله انا عندي واحد لي ريسبي احترام للكور كبير هنايا، لانني نحترم روحي ونحترم نفسي اصلي، يحترموني على هذا الشيء. باقي بالتقاليد تاعي، باقي بالامور تاعي، والتعنف الجزائري هذاك والنيف وكلش، والله غير يبغوني يموتوا عليا هنا الكور. الواقع واحد كيحب نفسه ويهتم بنفسه والناس تشتهيه، بصح الواحد كي يبدا يغير نفسه على جال باش الناس الاخرين تحبوه يولوا يكرهوه، هذه باينه. يقولوا شوف 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 هذا، شوف هذا ديبيل، هذا الجايح، هذا اللي غير في نفسه والناس في نفسه على جال باش يرضينا. هذا واقع. ماني خرج على الموضوع، ولكن نرجع للموضوع تاع الصح. كما قال خونا شرشالي نتربى وكاع، هذه هي، هذا واش يخصنا حنا نتربى وكاع، مش نتنحى وكاع. حنا عندنا واحد السياسه كما قلت انا، هذيك سياسه لوتريش تاع شو هذا الحيوان هذا نسيته، النعامه، ايه باللغه العربيه النعامه، هذه هي الهروب. حنا غير يزيد الطفل هذاك يزيد، الطفل الجزائري غير يزيد، غير يبدا يعرف روحو يدي سن المراهقة يطلع 15 عام، يبداو يجبدو له ليترونجي، يبدا يخير يدير لا ليس وين يروح، اسكو نروح لا سويد، نروح لا فنلاند، نروح لالمان، نروح لكندا، نروح لفرنسا. هو فرنسا ما نروحلهاش، فيها الجزائريين بزاف. شو هذيك الهضرة، الاخرين البلانيين شناوا كيحبوا يروحوا بلاد الخارجية يحوسوا وين كان الجالية تاعهم بزاف باش يروحوا. حنا لا هارب وحده يحوس وين كان الجزائري ما كانش، وتقول لي نتايا يتنحاو كاع. ايوا حنا في بعضاتنا خايفين من بعضاتنا، مش مدارين لامان في بعضاتنا. الشعب الجزائري مش دارد لامان في بعضاته، خايفين. الواقع مش نكذب، راني نشوف فيه الواقع. انا في كندا ونشوف فيه جزائري يشوفك مام في الخدمة يدير حاجة ولا هكذا باش يبان بها يخبيها عليك، ما يوريها لكش، يخاف لا تديله شوية من هذاك المكتسب، وهو هذاك المكتسب للجميع، لا يخبيها عليك. هاي هنا في هذه البلاد وصايرة اخي، فاهمين شو راني نقصد؟ يا هذي باسكو عايشينها المرض هذا راه فينا، نخبوا على بعضاتنا، نلبسوا على بعضاتنا. بعد تقول لي تايت نحاو كاع، حتى نترباو كاع ونسقبو ونتحابو كاع، نولو نحبو بعضاتنا، نحبو بعضاتنا بالخنونه تاعنا. باش معناتها تحبو بالخنونه نتاعو، معناتها بالعيوب نتاعو، تحب جزائري يحب جزائري، كي يشوفو في الخارج يهضر معاه بالدارجه، ماشي يبدا يتكلف ويبدا يهضر معاه بالفرنسي. صرات لي البارح برك، هاي البارح انايا كنت في بلاصه عموميه قاعد، جا جزائري مساميه تمنى نحكو يحكي معايا بالفرنسي. قلت له منين انت جزائري؟ قال لي ايه جزائري. كي بدا جزائري بديت نهضر له انا بالدارجه ديريكت، هو يرجع لي بالفرنسي، زيد هضر معاه بالدارجه هو يرجع بالفرنسي، الدارجه هو يرجع بالفرنسي. حتى قلت له حنايا عندنا عقده باللغه الفرنسيه، فما ضربات وتريسيتي ولا يهضر لي بالدارجه. اي فوق الراك محمد، يعني جزائري معاك وسماني اسمي موسى، اهضر معايا بالدارجة، لا تهضر معايا بالفرنسي. لا رجع لك انا شغل قعد 5 سنين هنا في كندا، خلاص لا لونغ تاعو تبدلت.
تلما عندنا واحد الكومبلكس تاع الخارج هذا تاع ليترونجي حوسنا نخرجوا من لابو تاعنا من الجلد تاعنا ماناش متقبلين بلي رانا جزائريين. الواقع نهضرها لكم انا باش نهضرها باش نداوي الناس او ما كاينش كيما الجزائريين محمد دار. لا واش تحسبوا في الكور هذا الكور نتوما مدايرينهم ملاك بكري. احنا في الجزائر نقولوا على الجزائر عدم سياسه الهروب لا على يطبقوا سياسه النعامه هذه لوطريش هذه خبوا رصانهم ولا الهروب سياسه الهروب من الجزائر. على الجزائر قاعدين عايشين ما كانش انتحار بزاف لان عندهم واحد الحلم عايشينه هو الهروب الخارج يعيش في الخارج يقولك نقرا في الجزائر نقرا ونزيد نقرا في الدار ونطور روحي ونروح للخارج نعيش لانهم القور هذو ملاح والقور هذو كنا رب القور هذو ما عندهمش الاسلام وهايلين. شوف هذيك الهضره القور ما عندهمش الاسلام وهايلين كنا ربي يعطيهم الاسلام يدخلهم الجنه كاع. وين تعرف القور انت شايفهم من بعيد برك في التلفزيون اروح عايش معاهم هنا. هنا القور كي تجي مع الاول هنايا باسكو با في الاستاع كلش عندهم كي تجي انت تعافرهم في حوايج اللي عندهم هما وكارهين منها سما عندهم ما والله ما على بالهم فيك يخلوه. انا تحس باللي القور ملاح بصح كي تجي تعافرهم في حوايج ها اللي توشي العظم واللي ما لحقوهاش هما ولحقتها انت مثلا شريت طوموبيل لوكس اودي ولا مرسيدس وما مشروهاش شوف يولي العقليه نتاعك تولي تضرب فيهم تريسيتي يقولوا شوف فيك شيطاني يقول كيف هذا الجزائري هذا جا لبلادنا وهكذا وهكذا تولي عندهم عقليه جزائريه يقول هذا وتولي عندهم عقليه جزائريه كيف هذا جا لبلادنا وهكذا وهكذا ودارها واحنا ما نديروش وهكذا والله نسابوطيو وهكذا وهكذا. هنا في الخدمه هم جزائريين يخدموا هنا بس اش من خدمة يخدموا فيها. انا احكيك مع القورة باللي راسها خبيثة باللي دي رانا في اسكلافاجيزم مودرن هنا يعني. حاشا لي زونجلي لاباس بيهم تاع البرطة تورونتو منه ومنه هايلين لقباق بلي فرنسي اللي هنا اللي جاو هنا سيرتو لي فرنسي مع لي كيبيكوا وبا با با اما هنا يا يعني. هنا اسكلافاجيزم مودرن سيرتو لي كيبيكوا واش يعسوا فيك يعسوا في الخدمه وقت هما بعضاتهم كيفاش وقتاش يدوا لي فاكونس في لي مومون الملاح في الشهور الملاح باش يروحوا يحوسوا منه ومنه يدوا لي فاكونس تاعهم ومهم الخدمه لازم تمشي والخدمه باش تمشي هذوك لي بوشتور وشكون يديرهم لي زالجيريان ولي زيميغران حطوهم فما يا سيريو ويضحك لك في وجهك انت تقول هذا يحبونا هذا ملاح هو في الخدمه هو يبعش فيك ويحبك خاطر شارك تبوشيلو في الترو كون زعما تروح تحكم له بلاصتو وتدي له لي فاكونس تاعو تدي له لا بيريود اللي يدي فيها الفاكونس هو تديها انت والله يولي يشوفك الشيطان يولي جزائري معاك يولي جزائري معاك. خلينا من العقلية هذه تاع الكوير هذه وملاح كل جا عندهم الاسلام يدخلوا الجنة ما كان منها ما والو انا عايش معاهم نهضر لكم في الواقع اي خرطي وما ثاني عندهم هذه الامور هما حاجه اللي نجحوا بها الانضباط كما قلت انا كازيرنا شو رانا عايشين في كازيرنا مش نكذب رانا عايشين في كازيرنا تاع عسكر عندهم روح الانضباط عنها نجحوا هذا ما كان شي سهل علاه نجحوا العباد هذو الانضباط والقوانين يطبقوا فيها كنا حولهم الانضباط والقوانين يولوا جزائريين هذا ما كان ولا غير يولوا جزائريين يقولوا عايشين في من بعد كون زدوا نحولهم هاد الامور يقولوا بير على الجزائريين يقولوا عايشين في ادغال اللي جاي دبرك مولاه. اذا الواحد حنايا هذه الفيديو نديرها باش نترباو كاع انا ثاني نترباو كاع ونتعاونوا كاع باش نبنوا الجزائر لان الجزائر لازم باش تصلح الجزائر لازم الشعب تاعها هو اللي يصلح لا تصلح دوله الا بعد صلاح شعبها والدولة كي تحطم بالشعب تاعها هذا فايقين بها القور كي حطموا سوريا والعراق باش حطموها بعثوا لها الجيش تاعها يا اخي ما بعثوا لها ني جيش ني والو واش بعثوا لها حطموها بالشعب تاعها زادوا داروا دولة اسلامية تاع الهف هذيك
كاع هفوا الجماعه قال لهم دوك نديروا لكم دوله اسلاميه. راحوا كاع المسلمين عبر قطر الوطن هذوك العالم هبطوا لي زيميغري هذوك اللي عايشين في فرنسا شويه كاين تاع لي فرونسي من كندا من الانجليز كاع هبطوا جملوهم كاع في بلاصه واحده في العراق وحطموا بهم دوله وقضوا عليهم. اذا الشعب هذا على نهضر في الهضره لان الشعوب هذه عندها فائده كبيره. راني نهضر بالدارجه بالعاميه بالدارجه باش الشعب الجزائري كاع يفهم. الجزار النجار الفلاح الدكتور ديطا طبيب الناس قاعد تفهم. ما نهضرش انا بالفرنسي باش نخلي غير 20% تفهم والبقيه والو، لان الشعب الجزائري قاعد معني بالامر. باش واحد يقول لي عليك تهضر بالدارجه واش هذا اللونغاج راك تهضر به. كاين اخرى جاوني دي كومونتير كيما هكذا في لي فيديو بكري، قال لي واحد عليك تهضر كيما هكذا واش هذه الهضره هذه انت مثقف انت. يا من اللبنانيين هنا يهضر بالدارجه انت واحد. انا استعرب لي من اللبنانيين والله يعجبوني خير من الجزائريين والله خير. اللبنانيين ظلنا نهضروا فيهم هايلين. اللبنانيين هنا عندهم اجيال واجيال 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 البرا يهضروا بالدارجه نتاعهم. طفل طفل كيصد يماه مسامي القباق مسامي القول كيهضر معاه هو يهضر معاه بالدارجه، وكيدور مع صاحبو القاوري يهضر معاه بالفرنسي. شوف سبحان الله سوارة شناوة إيطاليين برتغاليين عندنا هذه الأمور دارت فيهم فرنسا لا ديفيزيون. عباكم فرنسا راهي عندها شغل عندها أن بلوك إنغراتسيال تقريبا كوم إنغراتسيال تاع بيروات تاع لا بسيكولوجي إلا سوسيولوجي يدرسوا في الشعب الجزائري كيف يحطموه ميم انفلتروا حتى في وسط العائلة. العائلة الجزائرية يحطموا فيها يخلوا أفراد العائلة الخوة يكرهوا بعضهم. هذا واش لاحظت أنا واش راني لاحظ بكري المحبة في الجزائر نشوف فيها راه سو ديكراد ديكرادي تهبط بلا عقل تديكرادا. هذه هي بكري في السبعينات في هذيك وقت الاستقلال الشعب الجزائري كاع كان سواسية كان سنين مش فقراء كاع كانوا يتحابوا ويتعاونوا يبنوا الجزائر والجزائر راح تنوض. بعد بدات تغرس واحد الامور هكذا تاع التفريقه تاع الكره دوك وصلنا لدرجه ولا الاخ يكره خوه. وزد الاسلام تحالنا كاع ماناش مسلمين. ايه كي هذا المسلمين مش غير المسلم بالفم لازم نطبق ابو محمد لازم نطبق لازم كيما يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم احب لاخيك ما تحب لنفسك. لازم تطبقها لازم كي تحب حاجة تجي ديرها تشوف اسكو كان يبقى منها شوية خوك يدي منها جارك يدي منها اعطيلو علاه تحزدو تزيد تخبيها حتى تفزد وتطيشها زكارة المهم ما يديش مثلا ولا حتى تفزد ولا تولي دي ماضي ولا هكذا من بعد تقول اخ اكو غير عطيتها له بعد كي تفزد فات الاوان طيشها. هذا حوايج راهم فينا هذا سيرتو لازم نعاودو نرجعو نحبو بعضاتنا نتقبلو رواحنا يفو ساكسيبتي لازم نقبلو الاصل تاعنا اننا جزائريين ما نعشموش به. ماشي يجي قاوري يقول لك انت منين تقعد له دير امبوز تاع كيلكو سكوند تخمم واش تقول له انا منين راني مغربي راني تونسي راني مصري راني هكذا ما ترى تبقى الشوا ما عندكش اختيار تقول انا جزائري. ما شايفها ولا شايفها. نعطيكم مثال كاين واحد مثال لي سيت دو شات هذول تاع لي سيت اللي يحكوا فيهم هذو تاع الكونفرساسيون تاع الزواج تاع واحد يحوس على وحده تاع الكره هنا يدخلوا فيهم جزائريين هذوك سيليباتير باش يلقاو مراه ولا طفله ولا تعلموا على بالهم برواحهم كي تقولوا انت منين ريفليكسيون. كاين اخرين يقولوا احنا مغاربه اخرين توانسه لبنانيين كاين اخرين يقولوا احنا هادي كابيل تقولوا منين كابيل هذا سي كوا كابيل تقولوا احنا يا كابيل فئه عايشين في الجزائر اوني دي بربر مي اوني با دي زارب
لالجيري تقول له سي كوا لا ديفيرونس، واش هو الفرق؟ كل الفرق هو انه احنا لي كابيل ماناش عرب والاخرين عرب، هما اللي مشوهين الصوره ولا مش عارف انا دي زاجيري. وهذه صايره واقعيه والله غير صايره، وعندي الادله. يعني كاين جزائرينا محمد، هذه الهويه تاعنا تهرب منها باش ترضي الاخرين. هاك راه ديت القوري وعشت معاه، هاي تاكل لك سنيك تمرمشك، تقعد معها دير معها الاولاد، تجمل عليك دراهم، تجمل الاولاد تشري بك دار، تخدمك كلي سكلاف، بعد لك الاولاد يكبروا يجي يوالفوا بك يعرفوك 50 بعد طيشك الزبله، طيشك وتقعد تخلص في لابونسيون. هذا واش معناتها القاوريه هنا؟ وزيد الجزائريه تو انا تعداو بها جزائريات ثاني، ولات عندهم هذه تولي راجلها تكرهو، طلقوا على جال هذه، بعد كي طلقوا تندم تولي سارحه على بالها وين راه رايحه، واحد ما يقبلها باسكو في راس هذوك القوري يحبوني، هما يضحكوا لها برك باش يبروفيت. بعد كي توصل للصح روجيتي، خاطرش علاه الانطلاقه اننا انطلقنا من الجزائر، ان هذونا القور ملاك، هذا هو المشكل. طلعنا من الجزائر، في الجزائر انا نخمو الانطلاقه راهم القور ملاك. انا على بالي واش راني نقول، راني ننسخ في الكلام نتاعي وراني نوجه فيه، لان انا لا دخلت النساء، لان النساء ثاني كذلك معنيين بالامر، النساء والرجاله معنيين بالامر. راني نهضر على واحد كي يهضر هكذا يقول لك هذا هو مريض ولا، بس كنا نهضر في المرض. راني نعبر على المرض بالطريقه هذه هي بالدرجه تاعنا، مانيش مريض، راني نعبر عليه لانه رانا المجتمع نتاعنا عايش سواء في الداخل ولا في الخارج. انا نحوز برك نود ندير النظره تاع الناس هذونا اللي راهي الشباب هذو اللي راهم يضحوا برواحهم، راح يركب لك فلوكه، ما هي فلوكه فيها 40 عبد يقطع بها البحر على جال باش يروح لايطالي لقور الملاك، كي راح يكتشف حقيقه اخرى واقع اخر، ويزيد يعاود. هاني نقولها لكم، حنايا كي جاو هنا القور، حنا كي جينا للخارج، ها كي جينا للخارج عاودنا نبنو في حياتنا من جديد. هنا في الخارج واش يدير لك؟ يقطع لك كلش، تجيب الدبلوم تاعك تاع الجامعه يقول لك ما تعرفوش به. يا وراني خدمت في الجزائر، الاكسبيريونس نو، ما نحتاجش اكسبيريونس تاع الجزائر، نحتاج الاكسبيريونس تاع كندا. هاي لازم يخليك تروح تقرا في الجامعه نتاعهم باش تخلص دراهم، باش الجامعه تاعهم تدخل دراهم، يخليك دير الاكسبيريونس، دير ستاج وتبدا ازيرو، تبدا تخلص واحد الخلاص، تخدم خدمه انجينير وتخلص خلاص تاع اجون ولا تكنيسيون، حتى تضرب 10 سنين 5 سنين ثم بعد يخلوك تتنفس، ويا ربي ويلعبوا لك في لي فاكونس. انت هذا كل تقطع الفلوكه على جال الحوايج هذه، مش غير هذه، هذه كو غير جيت قاري، بعضهم هم مش قاريين، الولاد اللي يقطعوا الفلوكه بعضهم هم خارج من الباك ورايح، ياك تجي هنا تعاود تقرا، واذا خلوك عطاوك لي بابي، اذا ما كانش لي بابي تكون تخدم تحت الطابله، تخدم في الخدام اللي ما خدمتهمش في الجزائر، الخدام اللي ما حبيتش تخدمها في الجزائر اللي مساميك وكانت اغوغو، والله ما تخدمها هنايا باش تعيش، ما عندكش لو شوا، لازم تخدمها، كي تخدمها ويخيروك ويعيطولك ويديروك في لا ليست تفرح، لانه دخل شويه دراهم باش تسير لك الكراه تاعك والماكله نتاعك. تحسبوا هنا يجي يعيطوا لك باسمك ويقول لك فوالا هاك تاكل هاك تشرب، لا لازم تخدم، هنا جابوك باش تخدم، جابوك تخدم الخدام ما يخدموهاش هما، باش هما يروبوزيو يدو لي فاكونس تاعهم، باش ولادهم يعيشوا النمط الحياه تاعهم المود دو في اللي باغيينو. جابوك دير الحوايج اللي ما ديرهاش في الديبي، يعاونوك يورولك يخدموا معاك حتى يشوفوك تعلم، بعد يعطوا كلش. تقولي انت يا الكور هذو ملاك، انا هضر في هذه الهضره لانها جات الفرصه درك، الشعب كاع خرج على جال حا بور انسال كوز،
خرج على جال حاجة واحدة هي أنه يطور بلاده، لأن الأولى البلاد راها في حالة طوارئ. هذا الحراك اللي خرج دليل على ماذا؟ لأن الجزائر في حالة طوارئ. هذا ما كان كما لي جيلي جون خرجوا لبسوا الجيليات تاعهم الصفر هذو باش يقولوا بلي راهي فرنسا في حالة طوارئ. الجزائريين كي داروا الحراك خرجوا قالوا الجزائر في حالة طوارئ. هذه المومو، هذه الفرصة، هذه المومو هنايا نطبقوا الأحاديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ونرجعوا مسلمين كما كنا بكري، ونطبقوا الدين على الصح، ونخدموا بعضاتنا ونخدموا بلادنا، ننظفوها نطوروها نسقموها نعدلوها ونوجدوها للتوريزم كما دارت جماعة كوستاريكا. يعني كش نهار زدنا نحكي لكم عليها بيان بيان، وطوروا البلاد كلش، فلاحة توريزم كلش، والقر هما اللي يجوا عندنا، القر هما اللي يجوا يخدمونا الخدمات لما نخدموها مش حنا، يخدموهم القر. لا لا لا، يجي نهار تتعكس تتقلب الدعوة، يجي نهار الدور، يجي نهار الدور. بكري 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 كانوا المسلمين هم اللي يستعمروا في الدول، يروحوا منا ومنا. شوف بعد قلبت ولا الدول بكي حنا ندوروا عليهم إن شاء الله. آه لا لا لا، المهم كلمة تتنحى وقاع هذه ما كانش منها، ورمبلاسيوها نتربى وقاع. هذا واش يخص، نتربى وقاع ونبنوا الجزائر مع بعض قاع قاع. السلام عليكم ورحمة الله.